مساء الخير لكل اللي بدأوا يتابعونا من على شاشة بابلون تي في بحلقة جديدة من شوف ماجازين. اليوم تشوفون لا تالار ولا لارينيا، لكن وينهم ضاعوا؟ وينهم؟ لكن أكيد ماريان راح تكون ويانا. لكن قبل أن نبلش حلقتنا ماريان، أكيد أهلا بيك بفقرة شوف ماجازين. كلش حباي الفقرة، لأن راح نسمع آخر أخبار المشاهير، خلينا نقول تريندينج إيش يصير بالعالم. راح نخليكم أبديتد ويا كل شيء. أعتقد ابقوا لنهاية الفقرة لأن أكو صور ما شايفيها إحنا من قبل، راح نشوفها أول مرة بس هنا بشوف ماجازين. فابقوا لنهاية. هاي الشغلة اللي تحبها ماريان دائما تفاجئنا. لكن قبل نبلش ماريان حلقتنا، خلونا نروح نشوف شعدنا مانشيتات لليوم. بوغاتي لافواتير نوار أغلى سيارة جديدة على الإطلاق. علاقة كايلي جينر وصديقتها بعد خيانة أختها. جورن وود تكسر صمت وسائل الإعلام. جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز يعلنان خطوبتهما. إطلاق أكثر من 500 بالون في سماء بيروت. صورة نادرة لأيقونة الإغراء. طبعا نبلش حلقتنا اليوم بخبر كلش حلو. النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز أعلنت خطوبتها من لاعب بيسبول القديم اللي كان يلعب بفريق نيويورك يانكس. هي أعلنت هاي الخطوبة بيوم مرأة العالمي ويا أليكس اللي كانوا سوا بجزر البهاما. كانت منزلة صورها على الانستغرام، وهي كانت منزلة صور من التشيب مالتهم، وصدق كان يبين يعني كلش حلو. هو مبين يعني أني كلش مستغرب إنه علاقة دامت لي سنتين، يعني وراء علاقة دامت سنتين ويا أليكس اللاعب القديم ويا فريق نيويورك يانكس أعلنت عن هذه الخطوة الجديدة. فنتمنى لهم كل الموفقية. إذا يفتهمون بالعربي إحنا منا نقول لهم ألف ألف مبروك لنجمة العالمية جينيفر لوبيز. جيلو راح تتزوج. راح تتزوج. قهرت رودي؟ لا نعرف كل الأولاد وراء كل الشباب. هي أكيد، بس يعني علاقة سنتين مو قليلة. لا هم مبين يعني خلاص. يحبون بعض. This is the last relationship. لأن هي متزوجة من قبل طبعاً. فنتمنى لها كل التوفيق و congratulations. طبعا من هذا الخبر نروح الخبر، خلينا نقول محزن وخيانة، وهاي مو حب. نحكي عن الكارداشيانز. أعرف كلش تحبهم رودي. طبعا الكارداشيانز طبعا حكيت عليهم اعتقد بوحده من حلقات تالار، وقالت انه البيست فريند مع كايلي جينر صديقتها خلينا نقول من الطفوله اللي تعيش وياها هم، خانتها وخانت اخت كايلي جينر، لان هي وبوي فريند مالتها اللي هو الاكس مالتها طبعا حبيبها السابق صار هسه، شافوهم سوا بالحفله وكانوا يتبادلون القبولات. هم طبعا عندهم طفل سوا، يعني كايلي جينر تصير خالة طفلهم. بس غريبة انه يعني صديقتها خلينا نقول القريبة كلش من كايلي انه تخونها، يعني يعني وخاصة ويا كريس. طبعا تشوستن هاي مو اول مرة تصير ويا هاي الفضيحة. قبل فترة هم نشروا صور مالتها وهو كان دا يتبادل القبولات ويا بنية ثانية، هاي ثاني مرة يطلعون هذول الاليجيشنز عليه. طبعا احنا الشيء الغريب اللي احنا نتوقع انه كلهم يقلبون ضد جوردن، صح؟ صديقة كايلي جينر، شلون خنتيها مو بس ويا كايلي جينر، هي حتى كانت صديقة كلوي اللي هي حبيبته الكريستن، كلهم قالوا شلون يعني تخونيها. بس الشيء العجيب انه كلهم واقفين وياها بالسوشيال ميديا. هاي ثاني مره تسويها؟ لا هاي اول مره، زوجها ثاني مره، تشستن اللي خانها هو متعود. اي هو متعود طبعا، كلهم كارهيها هسه، بس هي جوردن كلهم واقفين وياها. بالبدايه طبعا نزلوا عليها بس هسه كلهم واقفين وياها، وكلش غريب يعني. حتى هاي اخر صوره اللي شفتوها نزلتها على الانستغرام مالتها واخذت اكثر من 200 مليونين لايكس عليها. يعني وهمنا كل خلينا نقول كل النيوز اوتلتس دي يقولون انه جوردن ما لها علاقه. واعتقد هاي كلها اجت ورا كلوي لان كانت منزله وقالت انه انا ما اسامح جوردن بس اسامح حبيبها اللي حبيبها السابق، قالت لان هو يبقى ابو البنيه مالتي، ابو طفلتنا، بس جوردن ما كان ما يصير هيك تسوي لان هي يعني مثل اختي كنت تعتبرها. وهذا السبب قالوا ناس ليش يعني هو سامحتي وهي ما هي ما سامحتي. التضامن مو ويا كايلي لانه ماكو يعني عائله
كارداشيان هسه يعني دي ينتقدوها كلش دي ينتقدوها ونزل عليها ميديا حتى users. كانت مسويه لقاء ويا ريد تيبل وقالت صراحه انه اني صح صار هذا الشيء وشافونا بالحفله هذا الشيء كان صحيح بس يعني اعتذرت على هذا الشيء بس كلوي يعني نزلت على التويتر قالت لها ليش تكذبين وهيك فنزلت عليها فلهذا السبب الناس وياها جود لك لاثنيناتهم ان شاء الله يعني يتوافقون بحياتهم. ننتقل الى النجمه اللبنانيه هيفاء وهبي لليوم هو عيد ميلادها اكيد قبل كل شيء نقول لها الف الف مبروك لهيفاء وهبي اللي اليوم بدها تحتفل بعيد ميلادها اكيد ما نعرف هي ما تقول شلون راح تحتفل وين راح تحتفل هي قالت لجمهورها وجمهورها حبوا انه يفاجئوها بانه يطيرون 500 بالون من قدام الفندق اللي هي نازله فقبل نحكي بالتفاصيل خلينا نروح نشوف الفيديو اللي هي صورته من غرفتها ندري ماريان انه هيفاء وهبي لي حدثة تحتفل بنجاح ألبومها حوا اللي نجحت بكل أغنية وكل أغنية من عدها كانت يونيك أو مميزة فألف مبروك هيفاء وهبي ومبروك على نجاح ألبومك حوا وهمنا نذكر انه هيفاء وهبي أطلقت الكوزماتيك مالتها تحت عنوان هيفاء وهبي وهي همنا أكيد ناجحة بهذا المجال ما العلم هسه كل الفنانات ينتقلون من عالم الفن إلى عالم البزنس وخاصة دا يطلع ربح كلش كبير إلا ما كانوا راح ينتقلون إلى هذا مستعملة كوزمتك هيفاء وهبي لا لحد الآن ما أعتقد واصل العراق بس أكيد راح نستعمله متحمسة؟ أوف كورس أول ناس اللي راح يستعملوا طبعاً أنت دا تحكي على الكوزمتكس أنا راح أحكي عن السيارات بوكاتي طلعت سيارة جديدة وصارت أغلى سيارة بالعالم حالياً الستاندرد سيارة مالتهم اللي اسمها الكايرون اللي ستاندرد بوكاتي هي 3 مليون دولار واو إيش قد تعتقد السيارة الجديدة اللي هسه طلعوها سعرها إيش قد 3 مليون يعني خلينا نقول 7 مليون أكثر 12 13 14 20 19 مليون واو. دولار طلعوا يعني آخر سيارة مالتهم اسمها بوكاتي لافواتور نوا يعني السيارة السوداء كلها أسود طبعا هسه راح نشوف الفيديو مالتها بس قبل ما نشوف الفيديو مالتها أريد أقول إنه هاي السيارة بها أكثر من 1600 هورس باور والحصانية وبها 6 تيل بايبس 6 قزوزات قزوزات يعني اول مره هيك السياره تطلع 6 اعتقد راح تشوفوها بالفيديو هم والمحرك مالتها 16 دبليو انجن ومن قد ما المحرك كبير كله بفتحات حتى يعني التنفيس والهواء يقدر يفوت لان المحرك كلش كبير وخلينا نشوف الفيديو نشوف الفيديو مال هاي السياره ونرجع Voiture noire, replacing the legendary missing Bugatti 57 Atlantic of Jean Bugatti. Wow. Here it goes then, spinning in front of us, the brand new Bugatti La Voiture Noire. It was revealed by Stefan Winkelmann, but this is a car that pays tribute to the legendary missing Bugatti Atlantic. So going... Off, off, Marianne. هاي صار يعني السيارة راح تصير حلم كل ولد وكل بنية أكيد. بالضبط طبعًا. إيش قد سرعتها؟ أهم شيء السرعة مالتها طبعًا سرعتها 420 كيلومتر بالساعة وتوصل من 0 إلى 100 خلال ثانيتين بس. ويقولون إنه أول شخص اللي دا يريد يشتريها هسا هو كريستيانو رونالدو. أكيد طبعًا يعني. دا يفكر إنه يشتريها طبعًا هي ما مخصصها بعد الانتيريو ديزاين مالتها ما مكملي. التصميم الداخلي. التصميم الداخلي مالتها بس الخارجي شفناها قبل 3 أيام طبعًا سووا العرض مالتها. قبلها أغلى سيارة كانت أعتقد رولز رويس اللي كانت
12 مليون وهسه صعدوا الى 19 مليون. واو حلو. ننتقل الى اغنيه وديو جديد للفنان الكبير علي جاسم ومحمود التركي اللي هي من اخراج مصطفى العبد الله وكلمات قصي عيسى والحان محمود التركي. خلينا نروح نسمع مقطع من الاغنيه وراجعكم. كلش ميدان الشاق ما بيحمله ما بيحمله عاجبني عمر وياك يا الغالة كملة يا الغالة كملة خيط بشمل. طبعا نجاحات الفنان علي جاسم ومحمود التركي متتالية وراء أغنية تعال اللي حققوا بها أعلى مشاهدات على اليوتيوب، فنتمنى لهم كل التوفيق بأغانيهم جاية. أكيد إحنا نعرف أكو أغاني هواية جاية بطريق، فنتمنى لهم كل التوفيق. طبعا نتمنى لهم كل التوفيق. وآخر خبر ويانا رح نحكي عن مارلين مونرو. مثل ما تعرفون إحنا نعرف كل شايفين كل الصور مالتها، يعني صور مالتها كلها مشهورة، كلها البلاك والوايت ويا البيد ليبستيك شايفيها. بس هسا هاليوم طلعوا صور جديدة. قبل ما نشوفها بس أريد أقول إنه هذول الصور ولا واحد ما شايفها، والناس تعجبوا إنه وين كانت هاي الصور. طبعًا شافوها الجاليري برينت، هو معرض شافوها بصندوق كلش قديم، ولا واحد ما توقع إنه يشوف هذول الصور لأن كلش قديمة، عام 1955. فاكتشفوا هذول الصور، وأحنا طبعًا موجودين الصور يمنا، فخلينا نشوفها. تعرفين همين قبل فترة كانوا مسوين معرض أو خلينا نقول مزاد علني حتى يبيعون فستان مارلين مورو. يعني المزاد، يعني أنت تتوقعين إنه فستان مارلين مورو ياهو هذا اللي طلع بالصورة الأبيض الأسود كان، وسموه فستان الطلاق لأنه بيوم اللي لبست هذا الفستان قالت إنه راح أنفصل عن زوجي، فسموه الفستان فستان الطلاق. والمزاد كان كلش صعد به، والسعر يمكن وصل إلى 3 مليون دولار. واو حق الفستان بسيط جدا، هو يعني كلش سمبل، ما تتوقعين هو شقد سمبل، لكن لأنه يوم اللي أعلنت به مارلين مورو انفصالها عن زوجها هي لبست هذا الفستان. تمام، طبعا الصور جاهزة، فخلينا نشوفها. هاي أول صورة. طبعا هاي السيكون مع الصور اسمهم ويكند with مارلين، يعني خلينا نقول الويكند يعني العطلة ويا مارلين. وهاي الصورة أول مرة نشوفها. حلو، هاي أول وحدة خلينا نشوف. طبعا هذول كلهم ماخذيها بنيويورك، هاي محطة قطار بنيويورك أخذوها. هاي شايفة هذول الصور من قبل؟ أنا كنت أتابع هواي مارلين مورو لأنه يعني من أتذكر أنه تسمى مارلين مورو بأيقونة الجمال، يعني البنية دائما كشخة ودائما تلبس أشياء يتمنى او تتمنى اي بنيه انه تلبسها. يمكن حتى اللبس مالها كان كلش سمبل. اي هنا كان كلش سمبل، اول مره نشوفها انه هيك سمبل. يعني احنا دائما متعلمين عليها انه هاي هنا طلعت كلش عفويه، احنا دائما متعلمين عليها انه تكون مؤثره. وهاي نعرف انه ماخذ الصور ماريان. اي نعرف، هو واحد من نيويورك اسمه ادوارد، فوتوغرافر ادوارد هو اللي اخذهم. وهاي اسمها ذا هوتيل بيكتشر، مبين انه هي بالهوتيل بالضبط. عم بقدر اسوي دعايه مع الريحه. واو اول مره نشوف الصور، فشي كل شايفه دعايه لمارلين مورو قبل او اعلانات مالتها؟ انا شايفه اعلان واحد مالتها. واو اعتقد لهنا نكون كملنا كل اخبارنا ماريان.